المتالق بالوتيلي في هجوم ميلان. بالوتيلي يلعب الكرة في مكان جميل باتجاه مونتليف وتسديدة من بعيدة ولكن جميلة. هدف لميلان. الله يا مونتليف. فاز الكل وأنا أولهم. نعم نعم. الله يا مونتليف. تسديدة من مكان بعيد في ذا مكان جميل وفي مقتل وهدف أول لميلان. الله يا مونتليفو. أكثر من 30 متر تقريبا. تسديدة جميلة من مونتليفو توقعناها بعيدة عن المرمى. لماذا نتوقع والأمر عند مونتليفو؟ لماذا نفكر والتسديدة من قدم مونتليفو اللي لعب كرة جميلة وهدف أول لميلان. تسديدة جميلة. الحارس كان بعيد. الكرة كانت إلى المرمى قريبة وميلان يصيب شباك كاتانيا.